عبد العزيز حسن من موقع خدمات دوت كوم. هنتكلم النهارده بقى على اول امبلمنتيشن في موضوع الفاكتوري ميثود ديزاين باترن. طيب انا عندي بروجكت هنا لارافيل فاضي لسه جديد ما فيهوش اي حاجه، ان شاء الله البروجكت ده هشيره معاكم لما نخلص الكورس. طيب هروح هنا على الاب، هنعمل فولدر جديد نسميه فاكتوريز. تمام، الفاكتورز ده هنبدأ نعمل هنا الـ parent class. لو انتوا فاكرين ان احنا عندنا parent class، والـ parent class ده بي extend sub class. تمام، والـ sub class ده هو اللي بيحدد الـ type، ده اللي احنا قلناه الدرس اللي فات. طبعا لو مش فاهم اللي انا قلته فانت راجع للدرس اللي فات هتفهم اللي انا قلته كله. طيب هنعمل new interface الأول، هنسميه factory، هنسمي مثلا هنا transport فاكتوري. احنا بس انا اسف انا عايز اعمل نيو انترفيس دايركت عشان ما نكتب حاجات كتير. نقول نيو فايل اذن نيو كلاس، هنقول له التايب هنا انترفيس، هنسميه ترانسبورت فاكتور، نقول له اوكي عشان ما نكتب الكلام ده كله. ترانسبورت غلط المفروض هنا ترانسبورت فاكتوري. اوكي انا خبست كده، نغير اسم ال الكلاس. اوكي طيب دي اول حاجه، يعني اول حاجه بنعمل انترفيس. بنعمل انترفيس ليه؟ عشان نجبر اي كلاس يستخدم الانترفيس نعتبره ان هو كونتراكت. اي كلاس امبلمنت الانترفيس ده يبقى فيه الميثود بتاعتنا، ودي حاجه ضروريه جدا جدا جدا، لان المفروض سواء انت عندك تراك او شيب الفلو مش هيتغير، اللي هيتغير التايب بتاع الكلاس والامبلمنتيشنز اللي جوه الفانكشنز، انما الفانكشنز تفضل زي ما هي لان الفلو المفروض يبقى هو هو. طيب فانا هنا نعمل هنا public function هنسميها مثلا هنا create shipment مثلا انشاء شحنه وليكن كده. تمام طيب يبقى ده عندنا هنا الانترفيس بتاع السوبر كلاس. خلي بالكم احنا عندنا سوبر كلاس سب كلاس. تمام طيب هنروح نعمل هنا بقى السوبر كلاس اللي هيمبلمنت منه الكلام ده. انا تمام مش عارف اعمل نيو فايل ليه، هنعمل نيو كلاس تاني معلش. هنسمي ده مثلا وليكن مثلا تراك فاكتوري، وده هيبقى كلاس عادي جدا جدا. اوكي التراك فاكتوري ده بقى ده هو سوبر كلاس، خلي بالكم ده سوبر كلاس برضو. تمام طيب التراك فاكتوري ده هيعمل ايه؟ هي امبلمنت اللي هو ايه بقى اللي احنا لسه عاملينه، هو ترانسبورت فاكتوري. ترانسبورت فاكتوري. تمام طالما هو عمل له امبلمنتيشن لازم الفانكشن دي تبقى موجوده اللي هي شيبمنت هنا، فهو بيديك ايرور عشان كده. فنقول هنا public function برضو هنسميها الكريت شيبمنت بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. طيب الكريت شيبمنت دي المفروض هتعمل ايه؟ المفروض دي هتريتيرن التايب بتاع السب كلاس. طيب احنا قلنا ان ده سوبر كلاس، تمام هو ده السوبر كلاس بتاعي. تمام فالمفروض يبقى فيه سب كلاس. تمام فهنروح نعمل هنا بقى نيو فولدر تاني خالص. طبعا الفولدرز واسماء الفولدرز واسماء الكلاسات دي حاجه فليكسبل، يعملها بالشكل اللي انت عايزه. تمام بس انا بحاول انقي اسامي نوعا ما قريبه من الاسامي اللي تميك سنس مع الفيديو يعني مش اكتر. انما انت مش لازم تسمي ده فاكتوري ترانسبورت كي عشان تبقى بس الدنيا واضحه بالنسبه لك. اوكي النيو دايركتوري هنسميه ايه؟ سب كلاس. السب كلاس ده هنروح نعمل فيه انترفيس، راح نقول له هنا نيو كلاس، اقول له هنا انترفيس، والانترفيس ده هنسميه مثلا سب كلاس فاكتوري. سب كلاس فاكتوري. طيب السب كلاس فاكتوري ده كل اللي هيبقى فيه ان احنا هنقول له ان احنا محتاجين هنا فانكشن نسميها مثلا
ممكن اقول له create shipment برضه عادي. هنا public function او مسميه مثلا ماشي، انا عايز اسمي اسم ما يلخبطكوش، فنقول له هنا مثلا process shipment. يعني هحاول بدور بس على اسم مختلف عن ال احنا ده مثلا ده المفروض انترفيس ده احنا ده عملنا كده اوكي، بس هحاول اسمي اسم مختلف عن الاسم اللي موجود في الكلاسات التانية عشان تلاقي الموضوع واضح. ماشي، ده انترفيس مش كلاس عادي. تمام، وبعد كده نروح نعمل سب كلاس بقى عادي، نقول نيو كلاس ده هسميه مثلا تراك او ماشي تراك سب كلاس، ده كلاس عادي خالص. تمام، التراك سب كلاس ده هي امبلمنت السب كلاس فاكتوري. طبعا طالما بإيمنت ده لازم يبقى الفانكشن دي موجودة عندي جوه الكلاس بتاعي. طيب تاني، احنا عملنا ايه؟ عشان انا متأكد الناس تاهت مني. احنا قلنا في الديزاين باتري احنا عندنا تو تايبس من الكلاس، في عندنا سوبر كلاس وفي عندنا سب كلاس. سوبر كلاس ده بنكريت منه الاوبجكت، بس السب كلاس هو اللي بيحدد التايب بتاع الاوبجكت ده الديزاين باترن. تمام، طيب فاحنا عملنا انترفيس سميناه ترانسبورت فاكتوري، عملنا حاجه اسمها تراك فاكتوري ده السوبر كلاس بتاعي. تمام، وبعد كده عملنا حاجه اسمها سب كلاس فاكتوري، وعملنا حاجه اسمها سب كلاس تراك سب كلاس. تمام، وده السب كلاس بتاع التراك. تمام، فاصبح انا عندي ايه دلوقتي؟ عندي تو كلاسز، واحد اسمه تراك فاكتوري وده السوبر كلاس، واحد اسمه تراك سب تراك سب كلاس وده السب كلاس بتاعي. انا هوقف لحد هنا عشان الناس ما تلخبطش ونكمل الدرس الجاي. سلام.